السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم دايما بخير. معكم اخوكم محمد من قناتكم المفضله تكنولوجي دوت ايجيبت. حلقه النهارده هتكون في المحتوى التقني نوعا ما، وهنتكلم النهارده عن مشكله بتقابل اغلب مستخدمي برنامج الوينيرار، وهي مشكله سهله وبسيطه جدا، وطبعا مش محتاجه اي تعقيد منك، ومحتاجه انك تاخد الشرح كده بكل هدوء وتفهمه. بس قبل ما نبدا في الشرح، تعالى كده بسرعه على الزر الاحمر ده ودوس اشتراك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله هنقدمه، ويلا بينا الى حل المشكله. فعلى سبيل المثال يا شباب، مثلا انا عايز افك الضغط عن الملفات دي او على اي ملف زي ما هيظهر عندك، وهنشوف المشكله هتيجي ازاي. فنجي كده مثلا كليك يمين ونختار اكستراكت فايل، وزي ما انتم شايفين يا شباب ظهر معايا المشكله هنا، بيقول لي رايت ايرور ان ذا فايل، في خطا في قراءه الملف. وطبعا يا شباب المعظم لما بيشوف الرساله دي بيفتكر انها مشكله مثلا من تحديث نسخه برنامج الوينرار، وطبعا ده بيكون في الغالب برضو حل للمشكله. ولكن النهارده احنا لازم نقرا الرساله طبعا يا شباب وناخد بالنا منها. زي ما انتم شايفين تحت هنا بيقول لنا there is not enough space in the disk، والمعنى من الكلام ده بيقول لك ان هنا مفيش مساحه في البارتيشن اللي انت بتفك الضغط فيه اساسا. طب نسبه الكلام ده نيجي هنا على، طبعا احنا هنا بنفك على ملف الداونلود، يبقى احنا هنا بنفك على فايل السي زي ما انتم شايفين سي يوزرز، وهنا اسم الفايل بتاعي اللي انا عامل فيه النسخه. طب تعالوا كده نشوف هنا فايل السي فيه قد ايه. زي ما انتم شايفين فايل السي مفهوش الا 1 ميجا، فاعتقد طبعا ان كده مفيش مساحه يفك فايل كبير جدا زي فايل كده بحجم مثلا ده، هتلاقي حجمه جيجا او جيجا ونص، فازاي هيفكهم وهو مفيش مساحه؟ ولو رحنا مسحنا اي فايل صغير هيعمل عمليه تكمله. فعلى سبيل المثال يا شباب، انا لو مسحت شويه الملفات دول اللي على السي زي ما انتم شايفين هنا من البروجرامز، فهيتم التحميل، وزي ما انتم شايفين هنيجي هنا نمسحهم ديليت، فهنا اتمسحوا. وتعالوا هنا على أداة الريسايكل ونعمل لها امبتي، نعمل لها تفريغ وندوس على يس. ونيجي هنا يا شباب على البي سي، زي ما انتم شايفين اتفضل لنا مساحة 2 جيجا، فهنيجي هنا اهوت يا شباب وندوس على كلوز وندوس على ريتراي، زي ما انتم شايفين هنا كمل فك الضغط وعملية فك التحميل. طب نفهم كده ايه يا شباب في حل المشكلة دي؟ حل المشكلة دي هو تفريغ مساحة السي شوية، اما انك تمسح ملفات انت مش عايزها، او تنقل ملفات انت مش عايزها، او تنقل اصلا الملف اللي انت هتفك عنه الضغط ده في ملف تاني فاضي، او في ملف تاني في مساحة يا شباب. وزي ما انتم شايفين كده بطريقة ما كده قدرنا نحل المشكلة. وطبعا اهم حاجة في الحل هي ان احنا قرينا رسالة الخطأ، اللي ناس كتير جدا يا شباب ما بتقراش رسائل الخطا، ودي حاجه مهمه جدا جدا يا شباب انك تقرا وتعرف الجهاز عايز يقول لك ايه عشان تعرف تحل له المشكله. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عندك تعليق او كومنت على حلقه النهارده تقدر تسيبه لنا فيه تقدر تسيبه لنا تحت الفيديو. ولو عندك كومنت على اي حلقات سابقه او اي حلقات حابب نعمل عنها شروحات اتفضل سيبه لنا فيه تعليق ورابط صفحتنا في الفيسبوك. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.